احنا ما عندنا شيء، بس علينا حصار. كيف قدرت الليلة؟ لعبت بوكر ربحت، صار معي 1,145,000. يعني هلا بتقعد بتبكي بس بدك الازاز تبعاتها مثل هي؟ شوفي وين خبيتهم يعني هلا لما طلعت. ضبوا الاغراض، الله ما في، كان شدايه صغيره محطوطه مش عم بأي لحظه بيحموا حالهم بينزلوا على ابو بكر. شو رح تساوي رفيدة اول ما ترجعي؟ ما بيرجعوا مستحيل. هون بياخذوا الهويه السوريه مني، هنيك بيعطوني الهويه الاسرائيليه وفوت. القطر اذا اندلعت معركه وما وقفت لمده شهرين رح تموتي من الجوع. بفضل اني احرق الاغراض قبل ما اطلع، بفضل انه ينحرقوا لحالهم، ما انا اضطر اني احرقهم يعني، بلكي ما فات على قلبي. طيب دولة صار لها 40 سنة نفسها اللي عملت فيها تاخذ. رح نضل بالبيت بس هو مهبط فوق هيك شكلنا. عندي احساس انه هذا البيت قاعد فيه، كنت عم بحلم وحس واقع. المكان اللي كان صاروخ سكوت سيكون مكان جدي، المكان اللي صارت فيه مجزرة هو لن يكون نفسه المكان القديم، هو بيت مليان بالخسارة. شو يمكن يعطي دلالة على انه انا كنت عايش في هذاك الوقت؟ هذا البيت فرضا صار لنا شيء، حتكون هاي وثيقة؟ عن جد خسرت نعمة الرجوع إلى البيت، لازم نشوف كيف بدنا نعمل بيت تاني.